أنا بدعوك أنك تشاهد هذا الفيديو القصير وتشوف غباء الإنسان شو عم بيعمل اليوم، غير مقدر قيمة نفسه وحياته. نفسك في الميزان، اسمع وشاهد هذا الفيديو القصير. من زمان كانوا يمسكون المسيحيين ليتسلوا عليهم بمباريات الجبابرة، أو يطعمونهم للحيوانات المفترسة، أو حتى أيضاً يضيئوا الساحات بإشعال أجسادهم. كانوا يبيعون الناس أو يشترونهم في سوق العبيد كأنهم سلعة أو بضاعة. عشرات الحروب التي حصدت الملايين من نفوس البشر. ما هي قيمة النفس؟ هل إلى هذه الدرجة أصبح الإنسان رخيصاً؟ اليوم يقتلون الناس باسم الدين، أصبحوا حكاماً وقضاة، بل أصبحوا آلهة يحكمون ويقررون مصير الناس، من يحيا أو من يموت. نرى المظاهرات السياسية يروح ضحاياها الآلاف من الناس. هل أصبح الإنسان رقماً في سجلات الحكومة؟ نرى حكمات لا تبالي بحياة رعاياها، القوي يستغل الضعيف والغني يستبد بالفقير. أين العدالة؟ في بعض البلدان ملايين من الأطفال تموت من الجوع، بينما في دول أخرى يموتون بأمراض متنوعة من كثرة الأكل. وأيضاً أصبحوا يهتمون بالحيوانات أكثر من الناس. ما هي قيمة النفس؟